السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي. درسنا لهذا اليوم بعنوان المتتابعات الحسابية. في درس اليوم أعزائي الطلبة سنتعلم كيف نصف العلاقة بين حدود المتتابعات الحسابية، وأيضا سنتعلم كيفية إيجاد الحدود التالية في المتتابعة الحسابية. نبدأ الدرس بهذا التمهيد. لاحظوا معي أعزائي الطلبة أننا هنا استعملنا مكعبات طول حرفها سنتيمترا واحدا لصنع الأشكال الثلاثة المجاورة، الشكل الأول، الشكل الثاني، وهذا هو الشكل الثالث. كم عدد المكعبات التي استعملت في كل شكل؟ كم عدد مكعبات الشكل الأول؟ أكيد 4 مكعبات. أما الشكل الثاني فقد استخدمنا 8 مكعبات. في الشكل الثالث استخدمنا، أحسنتم أعزائي الطلبة، 12 مكعبا. افترض أن النمط يستمر، فأكمل الجدول الآتي لإيجاد عدد المكعبات اللازمة لصنع كل شكل. لاحظوا معي في هذا الجدول، هنا مكتوب الأشكال عددها، الشكل الأول، الثاني، الثالث، إلى الثامن. عدد المكعبات اللازمة مكتوب أسفل رقم الشكل. الشكل الأول به 4 مكعبات، الشكل الثاني 8 مكعبات، الثالث 12 مكعبا. كم عدد المكعبات في الشكل الرابع؟ أحسنتم، 16 مكعبا. هل تستطيعون إيجاد عدد المكعبات في الشكل الخامس؟ أكيد. كم عدد المكعبات؟ 20. وفي الشكل السادس؟ 24. أما الشكل السابع فهي 28. وأخيرا في الشكل الثامن لدينا 32 مكعبا. أحسنتم، الآن ننتقل لشيء جديد. كيف نستطيع إيجاد عدد المكعبات اللازمة لصنع الشكل العاشر؟ هل تستطيعون الإجابة على هذا السؤال؟ نعم. كم عدد المكعبات؟ 40 مكعبا. أحسنتم، إذن في الشكل العاشر لدينا 40 مكعبا. كيف توصلنا للعدد 40؟ لاحظوا معي، في الشكل العاشر يوجد 40 مكعبا. الآن نحن وصلنا هنا في الجدول إلى العدد 32 للشكل الثامن، أي في الشكل الثامن 32 مكعبا، زائدا 4 في الشكل التاسع، وأخيرا زائدا 4 للشكل العاشر، فالمجموع هو 40 مكعبا. هل لاحظتم معي أعزائي الطلبة أننا في كل مرة قمنا بإضافة 4 مكعبات على عدد مكعبات الشكل الذي يسبقه؟ نعم، في كل مرة للحصول على عدد المكعبات قمنا بإضافة 4، للحصول على العدد الجديد أضفنا 4، وللحصول على العدد الجديد أضفنا 4 للشكل السابق، وهكذا إلى أن توصلنا إلى أن عدد المكعبات في الشكل العاشر هو 40. شكرا لحسن انتباهكم، والآن سننتقل لهذا التلخيص. نتذكر دائما ما هي المتتابعة؟ هي قائمة مرتبة من الأعداد. ما هو الحد أعزائي الطلبة؟ هو كل عدد في المتتابعة. أخيرا، ما هي المتتابعة الحسابية؟ يتم إيجاد كل حد بإضافة العدد نفسه إلى الحد السابق. إضافة أي باستخدام عملية الجمع نفس العدد في كل مرة إلى الحد السابق للحصول على حد جديد. نأخذ مثال للتوضيح. هذه متتابعة حسابية تبدأ بالعدد 8 ثم 11، 14، 17 و20. الآن كيف توصلنا من 8
إلى الإحدى عشر. كيف حصلنا على الإحدى عشر بعد الثمانية؟ ماذا فعلنا؟ أضفنا ثلاثة. كيف حصلنا على الأربعة عشر بعد الإحدى عشر؟ أضفنا ثلاثة. كيف حصلنا على السبعة عشر بعد الأربعة عشر؟ أيضا أضفنا ثلاثة. وللحصول على عشرين أيضا أضفنا ثلاثة. إذن في كل مرة نحن نضيف ثلاثة للحد السابق للحصول على الحد التالي. أحسنتم أعزائي الطلبة، يتم إيجاد كل حد بإضافة العدد ثلاثة إلى الحد السابق. إذن هذا هو وصف المتتابعة. لنأخذ أيضا مثال آخر لتعزيز المفهوم. صف العلاقة بين حدود المتتابعة الحسابية. 8 13 18 23، ثم أكتب الحدود الثلاثة التالية فيها. إذن لدينا في السؤال شقين، سنصف العلاقة أولا ثم سنكتب الحدود الثلاثة التالية. أولا هذه هي المتتابعة، 8 13 18 23. لاحظوا معي أعزائي الطلبة في هذه المتتابعة، بدأنا بالعدد 8 ثم انتقلنا إلى العدد 13. كيف حصلنا على 13؟ ما هو العدد الذي أضفناه للثمانية للحصول على 13؟ أحسنتم، العدد هو 5. أيضا نريد الحصول على 18، ما هو العدد الذي سنضيفه إلى الحد السابق؟ سنضيف أيضا 5. وكذلك للحصول على العدد 23 سنضيف 5. إذا نتذكر دائما إيجاد كل حد يتم بإضافة العدد 5 إلى الحد السابق له. ما هو وصف العلاقة؟ هو الحد السابق زائدا 5. والآن انتهينا من الجزء الأول من السؤال، نريد الآن كتابة الثلاث حدود. كيف نقوم بكتابتها؟ نكمل المتتابعة أعزائي الطلبة. نحن وصلنا إلى العدد 23، الآن أحتاج ثلاث حدود بعد 23. سهلة، للحصول على الحد الأول بعد 23 نضيف 5، سنحصل على 28. ثم إلى 28 سنضيف أيضا 5، سنحصل على 33. وأخيرا على 33 سنضيف 5 لنحصل على 38. فما هم الثلاث حدود التالية؟ الثلاث حدود التالية هي 28، 33، و38. والآن جاء دوركم، أرجو أن تكونوا مستعدين للإجابة على هذا التدريب. صف العلاقة بين حدود المتتابعة الحسابية 4، 7، 10، 13، ثم أكتب الحدود الثلاثة التالية فيها. لديكم من الوقت أعزائي الطلبة دقيقة واحدة. بارك الله فيكم، أحسنتم، أتمنى أن تكون إجاباتكم كلها صحيحة. والآن قوموا بمتابعتي في حل التدريب لتتأكدوا من صحة إجاباتكم.
هذه هي المتتابعة. نعود للسؤال نفسه، كيف حصلنا على العدد 7 بعد 4؟ ما العدد الذي أضيف إلى 4 للحصول على العدد 7؟ ماذا أضفنا أعزائي الطلبة؟ أضفنا 3. أيضا كيف حصلنا على 10؟ أيضا أضفنا 3 للحد السابق وهو 7، فسبعة زائدا 3 الناتج 10. وكذلك للحصول على 13 أضفنا 3. إذن يتم إيجاد كل حد بإضافة العدد 3 إلى الحد السابق له. أحسنتم أعزائي الطلبة. الآن ما هو وصف العلاقة؟ هو الحد السابق زائدا 3. انتهينا من الجزء الأول للسؤال. ما هي الثلاث الحدود التالية في هذه المتتابعة؟ سهلة، سنقوم بإيجاد الثلاث حدود بعد 13. كيف نجدها؟ نضيف 3. 13 زائدا 3 سنحصل على 16. 16 زائدا 3 سنحصل على 19. وأخيرا الحد الثالث سنحصل عليه بإضافة 3 إلى الحد السابق وهو 19، والناتج 22. ما هي الحدود الثلاثة التالية؟ هي 16، 19 و22. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وشكرا لكل من أجاب إجابة صحيحة. الآن أعزائي الطلبة سنناقش مثالا جديد حول الأعداد العشرية. صف العلاقة بين حدود المتتابعة الحسابية 2 و5 من 10، 3، 3 و5 من 10، ثم 4. ثم أكتب الحدود الثلاثة التالية فيها. لاحظوا معي أعزائي الطلبة، 2 و5 من 10، كيف سنحصل بعدها على 3؟ ما هو العدد الذي أضيف للحد السابق للحصول على 3؟ ماذا أضفنا؟ أضفنا 5 من 10. إذن كيف سنحصل بعد 3 على 3 و5 من 10؟ أيضا سنضيف 5 من 10. وكيف سنحصل على 4؟ أيضا سنضيف 5 من 10. لاحظوا معي، يتم إيجاد كل حد بإضافة العدد نفسه وهو هنا 5 من 10 إلى الحد السابق له. أي أن وصف العلاقة هو الحد السابق زائدا 5 من 10. ما هي الحدود الثلاثة التالية في هذه المتتابعة أعزائي؟ وصلنا إلى العدد 4، سنكمل بعدها 3 حدود. إذن سنضيف 5 من 10 إلى الحد السابق وهو 4، سنحصل على 4 و5 من 10. ثم سنضيف إلى الحد السابق 4 و5 من 10 5 من 10، سنحصل على 5. وأيضا سنضيف إلى الحد السابق 5 من 10 وسنحصل على 5 و5 من 10. الثلاث حدود التالية هي 4 و5 من 10، 5، 5 و5 من 10. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وجاء دوركم. أرجو أن تكونوا مستعدين لحل هذا التدريب. صف العلاقة بين حدود المتتابعة الحسابية 1، 1 و1 من 10، 1 و2 من 10، 1 و3 من 10. ثم أكتب الحدود الثلاثة التالية فيها. لديكم من الوقت دقيقة واحدة.
أحسنتم أعزائي الطلبة وبارك الله فيكم، أتمنى أن تكون إجاباتكم كلها صحيحة. الآن لدينا هذه المتتابعة: 1 1.1 من 10، 1 و2 من 10، 1 و3 من 10. كيف سنصف العلاقة؟ كيف حصلنا على 1 و1 من 10 بعد 1؟ ما هو العدد الذي أضفناه؟ أضفناه 1 من 10 إلى الحد السابق، ثم أضفنا 1 من 10 إلى الحد السابق فحصلنا على 1 و2 من 10، ثم أضفنا أيضا 1 من 10 إلى الحد السابق فحصلنا أخيرا على 1 و3 من 10. لاحظوا معي، يتم إيجاد كل حد بإضافة العدد نفسه. هنا كان 1 من 10 إلى الحد السابق له في المتتابعة. ما هو أعزائي وصف العلاقة؟ وصف العلاقة هو الحد السابق زائدا 1 من 10. إذا انتهينا من الجزء الأول، والآن ما هي الحدود الثلاثة التالية؟ الحدود الثلاثة التالية هي بعد 1 و3 من 10 أريد 3 حدود، إذن في كل مرة سأضيف 1 من 10. لاحظوا معي، هنا أضفنا 1 من 10 حصلنا على 1 و4 من 10، كررنا العملية حصلنا على 1 و5 من 10، وأخيرا بعد إضافة 1 من 10 إلى الحد السابق حصلنا على 1 و6 من 10. إذن الحدود الثلاثة التالية هي 1 و4 من 10، 1 و5 من 10، 1 و6 من 10. شكرا لكم أعزائي الطلبة، شكرا لكل من أجاب إجابة صحيحة. والآن مع إرشادات جديدة وإضافة بسيطة إلى المفهوم، كل حد في أي متتابعة له موقع محدد. فمثلا في المتتابعة 5 10 15 و20، لاحظوا معي، 5 في الموقع الأول، 10 في أي موقع؟ الثاني، 15 في الموقع الثالث، أما 20 فهي في الموقع الرابع. لاحظوا معي هنا كل حد في هذه المتتابعة 5 10 15 و20، أن رقم الموقع يزيد بمقدار 1، الموقع الأول زائدا 1 أصبح الموقع الثاني، زائدا 1 أصبح الثالث، وهكذا. أما الحدود تزيد بمقدار 5، إذن 5 زائدا 5 حصلنا على 10، زائدا 5 حصلنا على 15، وزائدا 5 حصلنا على 20. لاحظوا الجدول، الموقع 1، قيمة الحد 5، كيف حصلنا عليها؟ قمنا بضرب الموقع في العدد 5. إذن هنا العلاقة ليست فقط بين الحدود، وإنما بين الموقع وقيمة الحد. ما هي العلاقة؟ هي علاقة ضرب، الموقع 1 مضروب في 5، الناتج 5. الموقع الثاني أي 2 مضروبة في 5، الناتج 10. الموقع الثالث مضروب في 5، الناتج 15. الموقع الرابع مضروبا في 5، والناتج 20. ماذا تلاحظون؟ كل حد هو 5 أمثال. ما المقصود بخمسة أمثال؟ المقصود ضرب 5 ورقم الموقع. لذا فإن التعبير الجبري هو 5 نون. كل حد هو 5 أمثال رقم الموقع، أي 5 أمثال مضروبة في رقم الموقع الذي رمزنا له بالرمز أو بالمتغير نون. لذا فإن التعبير الجبري هو 5 نون، أي 5 مضروبة في النون. لننتقل الآن إلى مثال آخر للتوضيح أكثر. لاحظوا معي،
إذا استمر النمط الموضح في الشكل المجاور، فما التعبير الجبري الذي يمكن استعماله لإيجاد عدد الدوائر المستعملة في الشكل رقم 50؟ وما عدد الدوائر في ذلك الشكل؟ أعزائي الطلبة، هل من الممكن رسم 50 شكل؟ كلا. إذن يجب أن نوجد العلاقة بين رقم الشكل وعدد الدوائر. تابعوا معي. في الشكل الأول كان لدينا 3 دوائر، إذن 1 ضرب 3 حصلنا على 3، أو الموقع الأول به 3 دوائر، 1 2 3. كيف حصلنا عليها؟ 1 ضرب 3 الإجابة 3. في الموقع الثاني كم دائرة؟ 1 2 3 4 5 6. كيف حصلنا على 6؟ ضربنا الموقع وهو 2 في 3 والناتج 6، وكذلك بالنسبة إلى الموقع الثالث تم ضربه في 3 لنحصل على 9 دوائر كما تلاحظون هنا. ما هي العلاقة أو ما هي وصف المتتابعة؟ كل حد هو 3 أمثال رقم الموقع، أي 3 نون، 3 مضروبة في نون. الآن رقم الموقع الذي أريده هو 50، أي أن نون هي 50. كيف سنحصل على عدد الدوائر في الشكل رقم 50؟ سهلة. عدد الدوائر في الشكل رقم 50 هي، لاحظوا معي، 3 نون هي عملية ضرب. هذه العملية سأقوم بالتعويض عن النون بالرقم وهو 50. إذا قمنا بالتعويض عن النون ب50 سنجري عملية الضرب. بعد التبسيط حصلنا على عدد الدوائر وهو 150 دائرة. شكرا لكم أعزائي الطلبة ولمتابعتكم لدرسنا لهذا اليوم. ولمزيد من التمارين يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الأول الإعدادي، صفحة 36 و37. انتهى درسنا لهذا اليوم، ونلقاكم من جديد في درس آخر من دروس مادة الرياضيات الشيقة. شكرا لكم.